وادزة نصبت شرطة توريرت كمينا تمكنت خلاله من حجز 3 سيارات معدة للتهريب تنعدم بها اللوحات أو بها لوحات مزورة، وقد تم إلقاء القبض على شخصين خلال هذه العملية. مصالح الشرطة نصبت الكمين خارج مدينة توريرت لأن هذه السيارات تسير بسرعة فائقة، وأي مطاردة داخل المدينة قد تتسبب في حوادث للسير. مصالح شرطة توريرت أقامت أيضا نقطا للمراقبة والتفتيش على مشارف المدينة حتى تمنع هذه السيارات في وضعية غير قانونية من الدخول إليها، وقد شرعت مصالح الأمن في التحقيق مع الشخصين المقبوض عليهما.